أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى: الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا لتحديد أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم. ليفني: المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، ولكن الأمر قابل للانفجار. ونتنياهو أبلغ كيري: إسرائيل تعتزم الإعلان عن بناء استيطاني واسع مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى. وفي الصحيفة أيضا: إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين وفتحه للمستوطنين. مؤسسات فلسطينية تطلق نداء لمساعدة لاجئين فلسطينيين وسوريين نجوا من الغرق. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: نحمان شاي: إسرائيل تدير المفاوضات بيد وتدمرها باليد الأخرى. ليفني: تنفي تعثر المفاوضات وتؤكد التركيز على ترسيم الحدود. مسؤول إسرائيلي يقول: العلاقات مع أوروبا ستتأثر دون إيجاد حلول وسط بشأن المستوطنات. وفي الصحيفة أيضا: الاحتلال يجرح العشرات في مواجهات بالضفة، ومستوطنون يعدمون 30 شجرة زيتون بحوارة. عرس فلسطيني وسط المعسكرات والمستوطنات في الأغوار الشمالية، والمستوطنون يطالبون الحكومة الإسرائيلية بفصل الفلسطينيين عن طرقهم. ونطالع في صحيفة الأيام: الرئيس يهاتف ملك البحرين ويشكره على دعمه لفلسطين. الاحتلال يقمع المسيرات الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وإصابة العشرات. المالكي يقول: سنتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات العاملة في المستوطنات إذا لم تستجب لتحذيرنا. وفي الصحيفة أيضا: شكوك فرنسية حول قيام الموساد الإسرائيلي بهجوم معلوماتي ضد الرئاسة في العام 2012. والخليل: إيقاف 3 طلاب جامعيين خططوا لصنع طائرة صغيرة من دون طيار. إلى الصحافة الدولية هذه المرة، ونطالع أبرز ما كتبته الشرق الأوسط السعودية. لبنان: طرابلس تعيش معاركها الأعنف وانخراط مقاتلين جدد في القتال. وبيروت تتلقى وعودا من قطر بالعمل على إطلاق سراح المطرنيين المخطوفين في حلب. عشرات القتلى في انفجار سيارة مفخخة بريف دمشق، وتحذير من كارثة إنسانية في حمص. إخوان مصر يستهلون أسبوع الصمود بمسيرات متفرقة واشتباكات في الإسكندرية. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: روسيا لن تكترث للتجسس الأمريكي، وهولند ينوه بفائدة تسريبات سنودن. الإبراهيمية تتجه إلى إرجاء جنيف 2، والجيش الحر يتمسك بحل مشكلة الأسد. وتونس: تعهد العريض الاستقالة خطيا يرضي الإنقاذ. وأمريكا تتريث في رفع عقوباتها على إيران. ومصر: تمدد الاشتباكات ينذر بتصاعد العنف. ختام أقوال الصحافة، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.